بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دعا صحیفہ سجادیہ سے نقل کی گئی ہے، لہٰذا جب بھی کسی ضرر کا اندیشہ ہو اس دعا کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ دعا ظالم سلطان، بلا، فقر و فاقہ، تنگی سینہ سے حفاظت کے لیے ذکر کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمن تو حل بہی عقد المقارہی ويمن يفسع به حد الشدائد ويمن يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج زلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومزت على إرادتك الأشياء فحيا بمشيئتك دون قولك مؤتمرة وبرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمحمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا ربي ما قد تقادني ثقله وألم بما قد بحزني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي ولا مستر لما أوردت ولا سارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما أسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتى لي يا ربي باب الفرج بطولك واقصر عني سلطان الحم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شقوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وحب لي من لدنك رحمة وفرجا حنيا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستماع لسننك سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا ربي زرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي حما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم وأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين۔
يا علي يا ابن محمد أيها الحادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا